اخر درس عندنا في المنهج الحياه الاقتصاديه كان عندي 3 فصول زراعيه، زراعه اللي هي في فصل الفيضان، في فصل الزراعه، في فصل الحصاد. كلمه فيضان يعني بيكمل بيشوف الميه في ميه ولا يبقى هيزرع، ما فيش مش هيزرع. طيب بعد كده عرفنا الفيضان يبقى فيها ميه يبقى هنزرع. طب الحصاد جايه من كلمه حصاد يعني بيحصد، بيحصد الايه المحصول. طيب مين العامل الرئيسي في قيام الحضاره؟ واخدنا قبل كده في الترم الاولاني اللي هو نهر النيل، استقر عنده، عارف الزراعه، كمان اقام السدود واحنا عرفناها قبل كده لتخزين الميه. طب في صناعه، صناعه مهمه جدا، صناعه من الحجر، صناعه من المعادن، من النحاس، صناعه الفخار، وده كله احنا عارفين الفخار اللي هو زي ماما يقول لك ايه، عندنا برام رز بنعمله في الفخار، تشرب الشاي مثلا عندك في البيت من الفخار. في كمان صناعه من الخشب، بصنع منها تابوت بتاع الملك اللي هو المقبره بتاعته اللي بيتحط فيها جسم الملك، وفي برضه بيصنع منه السفن. طب عندي التجاره، عندي التجاره زمان ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه عمله، في حاجه اسمها المقايده، تبادل سلعه بسلعه، انا هديك قمح تديني انت زيت وهكذا. طيب عندي نوعين من التجاره، داخليه وخارجيه. كلمه داخليه يعني داخل مصر، كلمه خارجيه احنا عارفين قبل كده احنا على العلاقات التجاريه بونت اللي هي دولات الصومال، النوبه، السودان، دي كلها خارجيه، وكانوا بيودوا القمح والشعير ويجيبوا من الناس ديت اللي هي الدول ديت بيجيبوا منها الخشب، العاج، الزيوت. ادي كده خلصنا المنهج، اشوفكم بخير ان شاء الله. شكرا، انا معاكم ميس بسنت، كنت بشرح لكم الصف الرابع الابتدائي ترم تاني. شكرا.